بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده الصورة ديت بعد ما اخدنا الاعتماد الاول للكلية، وانا كنت وقتها مدير الجودة المسؤول الاول عن هذا الاعتماد. بنبتدي دايما بان شعارنا هو الحب، بنقول لقد بدأ وجودنا بالحب، فالنفخة من روح الله لتهب آدم الحياة كانت قمة الحب، واستمرار وجودنا أيضا لا يتحقق إلا بالحب. بفكركم كده بسرعة بأن في عندنا، لأنه في الامتحان يوم الحد بسأل حد عن الوظائف النفسية، مش عارف الوظائف النفسية، بيمتحن ماجستير مش عارف الوظائف النفسية ايه هي، يعني حاجة تكسف. يعني بقول انك لو قاعد في حالة وعي ووجهت هذا الانتباه الى الشخص اللي دخل عليك وهو صاحبك اللي انت ما شفتوش بقالك شهور، فهيحصل ادراك، وبعدين هتفتكر صاحبك ده وذكرياتك معاه وانك ما شفتوش بقالك شهور. في نفس الوقت بناء على ادراكك له والذاكرة او الذكريات اللي انت بتختزنها تجاهه، هتتوجد مشاعر جواك، هذه المشاعر هتولد افكار معينة، هذا التفكير هيترتب عليه السلوك اللي انت هتعمله في صورة حركة وفي صورة كلام، اللي هو الترحيب به، اهلا وحشتني، فينك يا راجل، فينك وفين ايامك الحلوة، ها؟ وده هيبقى في صورة السلوك زي ما قلنا. الصورة ديت اهي نموذج محمود حمودة للوظائف النفسية، وبقولها في شكل قصة عشان اللي يبقوا داخلين الامتحان محدش يكسفنا ومبقاش عارف الوظائف النفسية، حاجة تكسف. يعني ما يبقى واحد بيمتحن مش عارف حتى يقول وظيفتين ثلاثة من أي شكل ولا بأي حاجة، مش عارف، ما عندوش فكر. طبعا وظيفة الوجدان كنا بنتكلم عنها، وقلنا إن دي وظيفة بتصف الحالة الداخلية للفرد اللي احنا بنقول عليها الشعور، وهي الخبرة الداخلية للشخص زي السرور أو الحزن، وفي نفس الوقت ما يصاحبها من تغيرات في تنعكس في تعبيرات خارجية، اللي هو الأفكت الأولاني اللي هو الشعور الداخلي، كان الفيلينج، واللي بيظهر عليه اللي هو الأفكت. ولكن قلنا أن عندنا مفردات اصطلاحية هامة في وظيفة الوجدان لازم نبقى عارفينها كويس قوي. قلنا الفيلينج، ومش هقوله تاني، لكن اللي هو الأفكت قلناهم الاثنين. وقلنا المود، أن ده الحالة اللي بتصف مشاعر الشخص وتعبيره الخارجي لفترة معينة من الزمن، كأنه يشبه الطقس مقارنة بالتمبرمنت اللي هو صفات ثابتة ومميزة، أو صفة ثابتة ومميزة لمزاج الشخص وبتصاحبه طول حياته، كأنها هي المناخ بالنسبة للطقس. فإذا قلنا إنه مناخ جمهورية مصر العربية معتدل، يميل للحرارة صيفا والبرودة شتاء، إنما الطقس الأسبوع ده درجة الحرارة فيه من 29 ل 19، وبتقعد كده كام يوم وممكن تزيد بعد كده، قصدي تقل بعد كده، لأن احنا داخلين على البرودة. فده الطقس، والطقس بيبقى متغير لكن المناخ ما بيتغيرش. الانفعال هو حالة الحيوية اللي بتنشأ في جسم الإنسان من تغيرات فيسيولوجية كاستجابة لشعور معين، وهذا الشعور بيبقى واخد الجانب النفسي ولكن له انعكاسات للجسمانية، فواخد شكل الانفعال وبتميل للمحافظة عليه أو إلغاء هذا الشعور. عشان كده بنقول الوجدان بيتكون من شقين، واحد خارجي وواحد داخلي. وقلنا الحالة الوجدانية بتصف الانفعال اللي بيقعد لفترة معينة يلون حياة الشخص، ودي حالة مؤقتة زي ما قلنا إذا قورنت بالمزاج المميز. المزاج المميز هو التهيئة المتأصلة لدى الشخص واللي بتخليه يتفاعل بطريقة معينة مع المثيرات والمواقف،
وده بيتحدد مبكرا في حياة الفرد. وقلت لكم ممكن نشبهها زي ما قلنا بالمناخ مقارنة بالطقس، ولكن كل واحد بيبقى له مزاج مميز له، ودي بتبقى المزاج المميز ده بيبقى صفة ماشية معاه طول حياته. وقلنا ان فيه حد بيبقى إيفوريك مزاجه مرح اغلب الوقت، حد تاني مزاجه قلق اغلب الوقت. فإيفوريك تمبرمنت وأنكشس تمبرمنت، وطبعا ده مختلف عن ده، وده سمة ثابتة عنده ودي سمة ثابتة عند التاني. والتالت اللي هو المزاج الاكتئابي او النكدي، والمزاج المتقلب اللي هو سايكلوسايميك تمبرمنت، والمزاج المعتدل اللي هو ايوثايميك. دي تقسيمة للتمبرمنت، تقسيمة مبنية على المود بس، مبنية على الايه؟ على المود بس، على الحالة الوجدانية بس، من شعور وتعبير خارجي. اما هناك مفاهيم اخرى بقى بتقول على تمبرمنت مختلف، هنشوف ايه التمبرمنت المختلف. ده مزاج مميز للشخص بيشير الى تحيزات جسمانية، والتحيزات الجسمانية دي منمزجة كاستجابات سلوكية تشريطية. عارفين يعني ايه تشريطية؟ يعني conditioned responses، ها؟ اللي هي احنا ما اتكلمنا قبل كده واحنا بنتكلم على المدرسة السلوكية، اتكلمنا عن conditioned response مش كده؟ ايه؟ والمسيرات الجسمانية التشريط السلوكي بيعني تعلم إجرائي. التشريط السلوكي في حالة التمبرمنت بيعني التعلم الإجرائي اللي بيشتمل على الإحساسات الدلالية. الدلالية دي اللي هي البري سيمانتيك، اتكلمنا عنها في الذاكرة. فشايفين التمبرمنت ده غير التمبرمنت اللي هو الإيفوريك تمبرمنت والديبريسيف تمبرمنت والانكشس تمبرمنت. دي تقسيمة مبنية على وظيفة الايه؟ الوجدان بس. انما دي مبنية على انفعالات اساسية. هذه الانفعالات الاساسية تشمل التعلم الاجرائي، وفي نفس الوقت زي الخوف والغضب والتعرف الواعي والملاحظة الوصفية او الانعكاس او التسبيب. الملاحظة الوصفية للشخص من خلال استجاباته المستمرة في حياته من طفولته إلى شبابه إلى حياته البالغة. فدي استجابات ثابتة تتوصف بشكل ثابت، وبينعكس معها تفاعله أو بينعكس من خلالها تفاعله مع الواقع المحيط به، سواء كان في أسباب لده أو ما فيش أسباب لده. المزاج المميز بقى بيتفهم كمركب نمطي. يعني الراجل تشيس ده قال انه المزاج المميز ده بيقول كيف يكون السلوك. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الشخص بينفعل ازاي او بيستجيب ازاي بشكل غير مباشر وغير واعي ومن غير ما يدرك ولا ينتبه، وكأنه conditioned reflex أو conditioned response. فبيقول أنه المزاج المميز بيعبر عن النمط مركب من how إزاي السلوك بيحصل، how of behavior كيف يكون السلوك، وملوش دعوة بحكاية ليه السلوك، why ملوش دعوة بالدافع اللي ورا السلوك، ولا له دعوة بالمحتوى بتاع الايه؟ بتاع السلوك. ده التمبرمنت اللي الراجل ده يقصده. ان هو ايه؟ هاو. بيحصل ايه؟ لما الشخص ده يتعرض لموقف بالشكل ده بيستجيب ازاي؟ هاو. انما مفيش ايه؟ لا متشابه. ايه السلوك اللي حصل؟ السمات المزاجية اللي هو طلع بيها من خلال دراساته أربعة، وبيقول أنه هو والباحثين اللي معاه
أنهم أخضعوا السمات المزاجية المميزة للأشخاص، أخضعوها لتفحص نيوروبيولوجي ونفسي واجتماعي وإكلينيكي عند مجموعات من البشر من دول مختلفة من العالم. عمل هذه الدراسات عشان يطلع بالأربعة دول اللي هم harm avoidance، يعني تجنب الايه؟ الأذى. يعني فيه مزاج يركز على تجنب الايه؟ الأذى. ده مزاج مميز لشخص. واحد تاني novelty seeking اللي هو باحث عن ايه؟ عن التفرد او التميز. والتالت reward dependence اللي هو معتمد اعتمادي على التشجيع. وبعدين الرابع بيرزيستنس اللي هو المثابرة والاستمرار. فدول الأربع نماذج أو الأربع أمزجة المميزة اللي هو طلع بيها لإيه؟ لمجموعات كبيرة درسها من البشر في مختلف بقاع العالم، وقال إن دول الأربع أمزجة أهم. يا إما إنه الشخص يتفاعل بأنه يتجنب الأذى، يا إنه يتصرف كأنه باحث عن التفرد، يا إما إنه يتصرف كأنه معتمد على المكافأة والتشجيع، يا إما إنه مثابر ومقاتل. تلك الأمزجة الأربعة دي هي تفسير لأمزجة قديمة. يعني يا خبر أبيض، يعني أنت بترجعنا للقديم بتاع المزاج الميلانكولي السوداوي الحزين وبتاع الصفراوي وبتاع البلغمي اللي اتعملوا من ايام ابن سينا. صوروا، يعني ابن سينا كان عامل دول، الصفراوي والحزين والمتفائل والبلغمي كانوا دول بتوع مين؟ ابن سينا. اهو ميلانكوليك ده كان بتاع ابن سينا، والصفراوي ده والسانجوين ده المتفائل ده والبارد البلغمي ده، كل دول كانوا امزجة ايام ابن سينا. هو اخذهم وقال ان السوداوي يساوي هارم ايه؟ افويدنس اللي هو تجنب الايه؟ الخطر. والغاضب الصفراوي ده يقابل الايه؟ انه الباحث عن التفرد. والمتفائل بيقابل اللي هو معتمد على التشجيع في استجاباته. والبلغمي اللي هو البريزيستنس اللي هو المثابر او ايه؟ او بيتصرف بشكل بارد. الأمزجة الأربعة دي تفهم على أنها ذات أبعاد جينية مستقلة، يعني كل واحد متميز بجينات فيه والموجودة في المكونات بتاعته، وحتى وصلت إلى الدي إن إيه زي ما هيقول بعد شوية. ودي بيقول أنها مرادفة، الأربعة أمزجة دول أو الأربعة تمبرمنت دول مرادفة للإنفعالات الأساسية. يعني الفير هارم ايه؟ افويدنس، يعني في خوف يبقى تجنب الايه؟ مش ده انفعال اساسي الخوف ده؟ اهو الانفعالات الاساسيه مش منها الخوف، يبقى الهارم ايه؟ افويدنس. الثاني غضب اللي هو النوفيلتي ايه؟ سينكينج الباحث عن التفرد. الاتاتشمنت اللي هو الريورد ديبندنس معتمد على ارتباطات. والامبيشس اللي هو البرزيستنس اللي هو الطموح. دي الانفعالات الأربعة الأساسية اللي هو قارنها بالنماذج التمبرمنت الأربعة بتاعته، وقال إنها مرادفة للانفعالات الأساسية الأربعة. لاحظ إن الاختلافات الفردية في المزاج والانفعالات الأساسية بتعدل المعلومات الحسية أي الواردة لأجهزة الحس. يعني مزاج الشخص ده لما يستقبل حاجة بيستقبلها بشكل لا إرادي وهي جاية عن طريق الحس، ولكن ما بيعملش فيها المعرفة والتفكير والتسبيب، ولكن هو بيعكسها كمزاج رد فعل كأنه انعكاس إيه؟ شرطي. وبيقول إن ده بيشكل سمات التعلم المبكر، خاصة التعليم المرتبط بالتشريط اللاشعوري للاستجابات السلوكية، زي ما احنا بنقول كأنه بيحصل كونديشننج وتصرف لا إرادي
بيتم للشخص ده، وده سابق لمكونات الايه؟ الانتباه الادراكي، يعني استجابات الشخص دي قبل ما ينتبه ويركز ويوجه انتباهه ويقظته لادراك الشيء، بيبتدي تحصل الاستجابات دي. يعني دي حاجات كده كانها حاجات فطريه بتحصل بشكل اوتوماتيك، وكانها رد فعل تشريطي لحاجات جواه جبليه او تكوينيه، وهذه التكوينات ما بيدخلش فيها الانتباه الادراكي، لانه لما هيدخل فيها الانتباه الادراكي هيبتدي هو يعدل الاستجابه بما يتوافق مع الايه؟ مع الواقع. وهيعدل ده بشكل واعي ولا بشكل لا ارادي؟ ها، بشكل واعي طبعا، انما هو استجابته الاولانيه بشكل ايه؟ لا ارادي. فهو هنا مركز على ان التمبرمنت هو الجزء اللي بيحصل في الشخص من غير ما يبقى واعي، وينعكس في رد الفعل المباشر بتاعه اللي بيتم بشكل كانه كونديشند ريفلكس. طبعا بيقول انه بتتوزع في الدراسات اللي عملوها، لقوها بمعدل متوسط وراثيا، يعني العيله في معدل لها متوسط، يعني فيه وراثه موجوده بمعدل متوسط. يعني ايه؟ يعني له دلاله احصائيه، ولكن مش دلاله ايه؟ عاليه، لكن ايه؟ متوسط. وبتتلاحظ عند الاطفال مبكرا، وبتظل نسبيا ثابته طول الوقت، وبمعدل متوسط برضو، معدل متوسط يعني في معدل متوسط وراثي في حالات متابعتها وراثيا. المعدل المتوسط هو المتوسط اللي هو الافريج، اللي هو يتراوح من فين؟ من 40 ل 60، اللي هو الوسط ده. وبتظل ثابته طول الوقت، وفي نفس الوقت معدل متوسط من توقعاتنا لتصرفات البالغ والمراهق برضو بيحصل فيها نفس الشيء. فالأبعاد دي اللي هي الأربعة دول ظهروا في مختلف الثقافات اللي هم عملوا عليها الدراسة وطبقوها على الجماعات العرقية. عارفين الجماعات العرقية؟ يعني أمريكا فيها أسبان موجودين، وفيها زنوج من أفريقيا موجودين، وفيها صينيين موجودين اللي هم بتوع آسيا. فكل دي أعراق مختلفة، ومع ذلك طبقوا عليهم الحاجات دي فلقوها إيه؟ لها دلالة أو بشكل متكرر عندهم، وبتبان في الجماعات العرقية كما بتبان في كل الثقافات، وحتى في الأنظمة السياسية في كل القارات عملوها ولقوا إن الأمزجة دي متكررة بمعدل متوسط زي ما قلنا قبل كده. باختصار، إن المزاج المميز للشخص ده وراثي وبيظهر مبكرا في الحياة، وإنه ثابت خلال النمو وبيتسق مع مختلف الثقافات. ده الخلاصة اللي خرجوا بيها من دراستهم للأربع إيه؟ نماذج للتمبرمنت المميز للشخص، اللي هو المزاج المميز للشخص. وقالوا إنه الأبعاد المتطرفة كميا لها تكيفية خاصة كمزايا كما أن لها عيوب. يعني لما يزيد المعدل في نوع معين من التمبرمنت ده ممكن يبقى ميزة وممكن يبقى عيب. يعني ممكن تبقى حاجة تكيفية وفي نفس الوقت ممكن تبقى عيب. عشان كده السجل الأعلى أو الأدنى ما هوش هو المميز ولا يفضل، لأن احنا هنشوف ده دلوقتي في جدول. لكن المزاج المميز ده اللي هم رصدوه من خلال دراستهم، قالوا ان التمبرمنت ده كأنه معامل ذكاء بيستنى ثابت عند الشخص وما بيتغيرش، زي الذكاء بتاعنا لما بنقيس ذكاء لطفل سنه 7 سنين ونقيسه له هو سنه 27، نلاقي نفس المعدل تقريبا. فعشان كده ما بيتغيرش خلال تزايد السن. وفي الجدول ده هنلاحظ انه طبعا في حاجات اهي اللي قلنا الاعلى او الادنى لا يعني ايه؟ لا يعني حسن تكيف. ادي الجدول اهو، شوف هنا ده الهرم ايه؟
ده التمبرمنت دايمنشن يا جماعه، اللي هو البعد بتاع المزاج المميز. ده هارم ايه؟ افويدنس. شوف عنوان الجدول، ها، الديسكريبتورز اوف انديفيدوالز، التوصيفات للافراد اللي لهم تسجيل عالي ومنخفض على الاربع امزجه او على الابعاد بتاعت المزاج المميز للشخص. فهنا ادي التمبرمنت دايمنشن هارم افويدنس اللي هو كان اول واحد، قال لك العالي بتاعه لما يبقى عالي، القياس بتاعه عالي عند الاشخاص اللي عملوا عليهم الدراسه، وده الواطي لما يبقى ايه؟ واطي. فالعالي انه يبقى ده هارم افويدنس، يبقى متفائل. بسمستك يعني ايه؟ بتاع ده متشائم، وبعدين خواف وخجول وعنده ايه؟ شعور بالاجهاد. يعني ده الهارم ايه؟ يعني صاحب المزاج المميز اللي هو التمبرمنت، اللي يبقى هارم افويدنس السجل العالي بتاعه ايه؟ ده انه متشائم، خواف، خجول، وعنده احساس بالايه؟ بالاجهاد. طب والسجل المنخفض هيبقى ايه؟ عكسه، اوبتيمستيك، يبقى ايه؟ متفائل، جسور، اوت جوينج، منبسط، وانرجيتك. ده الايه؟ ده السجل المنخفض بتاعه عكس الايه؟ ها، عكس السجل العالي بتاعه. ده اللي هو الهارم افويدنس. اما لو رحنا للنوفيلتي سيكينج اللي هو الشخص الباحث عن التميز والتفوق، قال لك ده العالي بتاعه انه اكسبلوراتوري، يعني مستكشف، مندفع، وبعدين مبذر، وفي نفس الوقت غير منظم. ده اللي هو العالي بتاع مين؟ النوفيلتي سيكينج، سيكينج اللي هو الباحث عن التميز. طب والواطي بتاعه؟ قال لك انه يبقى محافظ، ريزيرفد، او ديليبريت، متأني، او مقتصد، او مرتب. ده الواطي بتاعه. طيب والريورد ديبندنس اللي هو المزاج اللي هو معتمد على المكافأة والتشجيع، قال لك ده بيبقى انفعالي، منفتح، دافئ، يميل اليه الناس، ها، ده ايه؟ افكشنت. ده الصفات العالية بتاعته. اما الواطي بتاعه ايه؟ انه يبقى منعزل، متحفظ، بارد، واندبندنت، معتمد على نفسه او مستقل. نيجي للبيرزستنس اللي هو اخر واحد، قال لك العالي بتاعه انه مجتهد ومحدد وطموح ودقيق، بيرفكشنزم، يعني كل حاجة عنده لازم تبقى بدقة. والواطي بتاعه او المنخفض بتاعه، السكور الواطي بتاعه، انه كسول ومدلل وفاسد، واندر الشيفر، يعني انجازاته ضعيفة او لا تذكر، وبرجماتيك، يعني ايه؟ عملي. دي الجدول اللي هو بيقارن بين الاربع امزجة على المعدل العالي في الدراسات اللي عملوها، وعلى المعدل الايه؟ المنخفض. فكأنه تقدر من خلال الجدول ده توصف الشخص اللي هو هارم افويدنس بالمواصفات دي والعيوب دي، ها، وهنا تقدر توصفه بالعالي ده وبالايه؟ بعكسه، وهكذا. فدي الصفات المتكاملة لكل تمبرمنت من اللي احنا بنعرفهم جداد دول. وعشان كده قالوا ان دي دراسات جينية متفردة واتعملت على الاسر ودراسات التوائم، واكدت انها واصلة في الارتباط الجيني بالملامح الخاصة للدي ان ايه اللي انتوا عارفينه، اللي هو بيحدد الايه؟ بيحدد ايه؟ بيحدد الانتماء لاسرة، مش كده؟ مش لما حد بيشك في عياله بيعمل ايه؟ دي ان ايه؟ واحد بيحكي لي بصمة لغاتية، ها؟ ايوه، البصمه الوراثيه. واحد بيحكي لي ان هو قاعد على القهوه مع صاحبه، ف قاعد معاهم واحد تالت كده، فلقى طفل جاي ايه يطلب منه فلوس، ابوه طبعا اداله فلوس ومشي الواد. فصاحبه بيقول الولد ده ابنك؟ قال له اه ابني. قال له بس الواد ده مش شكلك. شك وراح عمل دي ان ايه
للولدين، طلعوا الولدين مش ولاد. شفت الرجالة بيبوظوا بعض ازاي؟ عشان كده ما تخلوش يختلط بحد. طبعا بصفة خاصة المزاج المميز للشخص بيمكن فهمها على قواعد الذاكرة والتعلم اللي احنا وصفناها قبل كده وهجيبها لكم دلوقتي. يعني الذاكرة والتعلم لدى البشر يا اما بيتم بشكل unconscious فاكرين، يا اما بيتم بشكل ايه conscious. واحنا بنتكلم في الذاكرة جبناها وهجيب لكم الصورة دلوقتي حالا اهي. الذاكرة الاجرائية فاكرين اما قلنا البروسيجرال ميموري، وديت اللي اهو البيهيفيرال كونديشننج. الذاكرة الاجرائية البروسيجرال ميموري دي اللي هي السلوكيات الشرطية اللي تكونت عند الشخص واللي بيعملها بشكل لا ارادي. زي واحد اتعلم يركب العجل، تبص تلاقيه اول ما يلاقي عجلة يروح ايه ركبها وماشي، وهو ما بيفكرش بيعمل ايه ولا ما يعملش ايه، بيعملها بشكل عادي زي او اللي بيسوق عربية. فده بتتم بشكل ايه مهارة، وبتتم بشكل من غير ما يشغل العقل الواعي فيها، وبتتم بشكل تلقائي. او الذاكرة التقريرية الدلالية دي بقى اللي هي ايه الحقائق اللي لازم تتقال. اهو فاكرين الصورتين دول اللي جبتهم لكم قبل كده، اهو ادي اهو implicit unconscious، يعني دي الذاكرة الاجرائية اللي بتتم في التمبرمنت بشكل لا ارادي، وبتبقى كأنها مهارة تم اكتسابها من غير الشخص ما يدرى ولا يقصد. اما دي فدي بقى اللي هي بتتم في حالة الوعي، ودي الذاكرة الدلالية اللي بتتم في conscious. اهو شايفين طبعا انا شرحت ده قبل كده في الذاكرة. المزاج المميز للشخص بقى اللي هو التمبرمنت اللي بيتكلم عنه الراجل ده بيشمل الذاكرة الإجرائية المنظمة اللي هي دوائر متعدلة وبتتعمل بالكورتيكو استرياتو ليمبك سيستم بشكل لا إرادي من غير ما يقصد الشخص إنها تحصل. وأساسيا مناطق القشرة الحسية والأميجدالا والكوديت والبيوتيمين، دول اللي هم المراكز بتاعة المزاج المميز اللي بيتم بشكل لا إرادي، واللي هي unconditioning response. طبعا الموديل بتاع الأربعة أمزجة دول لو شفتوها تلاقوها بتنطبق على السيستم بتاع المخ. فهنا مثلا الهارم افويدنس ده هيبقى behavioral ايه؟ ها؟ inhibition. يعني هارم افويدنس يعني ايه؟ يعني انت لقيت قدامك تعبان فبترجع لايه؟ لورا. ده ايه؟ انهبش، مش كده؟ هارم افويدنس مش فايتنج، ما في عندنا فايت وايه؟ وفلايت، فده ايه الفلايت؟ ها؟ ده الهارم افويدنس. فهنا ده جزء من شغل الدماغ اللي هو ادي واحد اول واحد. الثاني بقى بيهيفيرال اكتيفيشن اللي هو بتاع النوفيلتي سيكينج، ده اللي هو باحث عن التميز. فده behavioral activation يعني بدور على سلوكيات جديدة وحاجات جديدة عشان يعملها. التالت اللي هو social attachment اللي هي مناطق الارتباط في المخ او المناطق اللي تهتم بعمل العلاقات، دي بتاعت reward dependence. والpartial reinforcement بتاعت اللي هي المناطق اللي بتبقى فيها تدعيم اللي هي البرزيستنس. دي الأربعة ربطهم بأنشطة المخ المختلفة سواء كانت انهيبيشن أو اكتيفيشن أو اتاتشمنت أو بارشيال رينفورسمنت. هنشوف هنا الأماكن ايه اللي بيحصل في الهارم افويدنس. هذا الهارم افويدنس يا جماعة، واحنا دعونا فيه بقى البيهيفيرال ها مش لسه قايلين دلوقتي بيهيفيرال ايه انهيبيشن. طيب ايه النيورو ترانسميتر بتاع البيهيفيرال انهيبيشن يا جماعه؟ الجبا والسيروتونين، ودول بيبقوا في الدور الريفي نيوكلياي مش كده. طيب نشوف البيهيفيرال اكتيفيشن
اللي هو النوفيلتي سيكينج، ده مرتبط بايه؟ بالدوبامين. اقول بيهيفير الاكتيفيشن مرتبط بالدوبامين. مش انتوا عارفين الدوبامين ده بتاع الريورد سيستم وبتاع الاكتيفيشن؟ السوشيال اتاتشمنت مرتبط بالنور ابنفرين والسيروتونين، وبرضه له علاقه بالميديان ريفي، مش الدورسال ايه ريفي، ده الميديان ريفي. البرزيستنس بقى اللي هو التمبرمنت الاخير اللي هو بارشال رينفورسمنت، قال لك ده الجلوتاميت والسيروتونين والدورسال ريفي. يعني ادي الريفي دورسال ودورسال، وفي نفس الوقت ادي الميديان والدوبامين. دول الاربع امزجه وعلاقتهم بايه؟ ها؟ بالجهاز العصبي وبالترانزميترز. وفي نفس الوقت الصوره اللي فاتت اللي هي علاقتهم بايه؟ بنشاط المخ المختلف. كده اتكلمت عن التمبرمنت، التقسيمه الجديده، عشان اكمل لكم الكلام على التمبرمنت بالقديم والجديد. ولكن زي ما قلت لكم القديم ده، قصدي الجديد ده، هو عوده الى الايه؟ الى القديم بتاع المزاج البلغمي والصفراوي والميلانكوليك اللي هو الحزين السوداوي، مش كده؟ يعني كانه فيه تقدم وفي ايه؟ بحث في الماضي عشان نشوف ايه اللي كان كويس فيه فنطوره ونربطه بوظائف الايه؟ المخ التي تم اكتشافها. اتكلمنا او كنا بنتكلم عن الايموشنال سيريز، اتكلمنا عن جيمس بريفرال سيري، واتكلمنا عن كانون سيري وبيبي سيري وكوجنيتيف سيريز، لكن ما اتكلمناش عن فرويد سيري، وما اتكلمناش على فرستريشن اجريسيف سيري، وما اتكلمناش على سوشيال ليرنينج ثيري. فادي لانج قلناها، وادي كانون برضو قلناها، وادي بيبز قلناها، وادي المعرفية للانفعالات قلناها، ادي فرويد بقى. فرويد ايه حكايته؟ قال ان الاجريسيف انرجي ممكن نطلقها بالكاثارسيس، بالتفريغ، انك تستثير الشخص انه يفرغ انفعالاته العدوانية فيصبح عدواني ويصبح شرس جدا، وده يطلق طاقة العدوان ويطلق الانفعال بشكل بوزيتيف. لكن قال ان احنا بالمدنية حولنا العدوان الى منافسات في كرة القدم والى لعبة الشيش بالسلاح، مش كده؟ وبالتنشين اللي هو اللي اسمه ايه؟ الرماية، مش كده؟ والعدو وهكذا. كل العدوانيات او كل الطاقات العدوانية حولناها الى العاب، بحيث انها وعملناها في افلام عشان نعمل نوع من الكاثارسيس او التفريغ للناس. لان انت لما تبقى قاعد كده وبتتفرج على فيلم فيه عصابة شريرة وانه فيه حد بيهاجم هذه العصابة الشريرة وبينتقم منها، فانت بتفرغ عدوانك اللي تكون ضد العصابة الشريرة دي. ده فرويد. لكن نظرية الإحباط دي مهمة جدا، لأنه دايما الفرستريشن يولد إيه؟ يولد عدوان على طول. يعني أنت لما تعمل أي حد تصده أو تحبطه بشدة، كل ما تولد إيه؟ عدوان. فعشان كده لو أنت أحبطت حد جاي طموح وعنده عايز حاجه ينجز حاجه وبتاع، وانت صدمته فانت احبطته، فده بيولد جواه ايه؟ عدوان. وده بيحصل كتير في الاسر. وطبعا شفنا ريهام احبطت، ريهام اللي كانت مطلقه احبطت ازاي، والاحباط ولد عدوان ازاي، والعدوان خلاها وصلت الى انها رمت 3 اطفال و اتطلقت. طبعا بيقول انه الطبقات الفقيره برغم انها محبطه الا انها ممكن تكون اكثر ادبا واكثر تحملا للاحباط، وما هماش عنيفين ولا حاجه. الله، يعني معنى كده ان مش دايما الاحباط يولد ايه؟ عدوان. عشان كده النظريه الاخيره بقى جت ايه؟ كرسي في الكلوب
قالت لك لا ده العدوان ده متعلم، وهو انك انت تعلم الناس انهم يبقوا عدوانيين وتربيهم على كده، يبقى انت كده بتطلعهم ايه؟ عدوانيين. عشان كده تلاقي ابن العصبجي طالع ايه؟ عصبجي، لانه ايه ما يجي يشتكي له من حد يقول له ادي اعمل فيه وخلي، يقوم ايه يروح يعمل وهو مطمن ان ابوه بلطجي وحي ايه وهيحميه، فيروح يعمل عدوان ويعتاد ممارسه العدوان. وعشان كده قال لك ايه كل اناء ينضح بما ايه بما فيه، وفي نفس الوقت من شابه اباه فما ايه فما ظلم. فاتعلم كده وتربى على كده، فطبعا ده الاخطر وده الاسوأ وده الاكثر عدوانيه. طبعا شايفين الباشا اللي قاعد ده، ده يثير خوف يعني لو اتفاجئت بيه كده قاعد لك كده قدامك وانت قاعد كده تعمل ايه؟ هاي بالحب. عندنا سؤال عن اجهزه كشف الكذب، لانه سالته برضو لطالب الماجستير، معرفش مين اللي كان قريب مني من النواب ساعتها، قلت له انت كنت جنبي فالمهم بسأله بقول له سمعت عن اجهزة كشف الكذب؟ ما يعرفش حاجة عنها خالص. لقفة الهجاية ادي اللي شافت مسلسل اتعلمت، هو لا بيشوف مسلسلات، في ناس كده ايه يعني ايه هو دحيح في الكتاب، لكن انه يتثقف انه يشوف الدنيا فيها ايه، انه يتعلم من الحاجات المحيطة بما يفيده في تخصصه ما بيحصلش، لانه محبوس في ايه زي كأنه واحد ماشي في تيوب، عارفين التيوب ماشي فيها في انبوبة ورؤيته انبوبية وما بيشوفش غير هذه النظرة الايه الضيقة. عشان كده لازم اللي بيشتغل في علم النفس او في الطب النفسي لازم يبقى عنده ثقافة متسعة والمام بكل حاجة في الدنيا على قد ما يقدر، حتى التاريخ حتى الادب حتى كل حاجة لازم يبقى عنده المام بيها بشكل ما، بحيث يبقى يعرف يصل مع الانسان او مع المريض بتاعه الى انه يقدر يعمل علاقه علاجيه ناجحه. فازاي بتشتغل اجهزه كشف الكذب؟ انتوا عارفين لما كنت بتكلم المره اللي فاتت عن زياده نشاط السمبتاوي، وقلت ان بيتفرز من الغده النخاميه هرمون بينشط قشره الغده الكظريه او اللي هي فوق الكلى، وهذه القشرة تفرز ما يعادل 30 هرمون وتبعتهم إلى البلود ستريم، تبعتهم للدم. 30 هرمون بيعملوا إيه؟ بيزودوا النشاط to fight or flight، مش كده؟ فدي استجابة عالية جدا. في نفس الوقت اللي السيمباثيتك بيعلى وبيزود ضربات القلب وبيعمل حاجات كتير وبيعمل تغيرات كتير جدا، كل هذه التغيرات الفسيولوجية بتنعكس على جسم البني آدم. فبيعملوا ازاي؟ يقعد معاه ويحط له توصيلات على صوابعه ويحط له حاجة ترصد ضربات القلب بتاعته، وفي نفس الوقت اللي على صوابعه بتقيس العرق ودرجة الرطوبة، واللي على قلبه ديت او على الشريان بتاعه بتقيس ضربات القلب معدلها وسرعتها وقوتها كمان. وبيتركبوا دول على البني ادم او على الانسان، وبعدين يبداوا يسالوه انت اسمك ايه؟ انت سنك كم سنه؟ انت بتشتغل ايه؟ انت ليك اخوات ولا مالكش؟ انت متجوز ولا مش متجوز؟ انت ليك هوايات ايه؟ والهوايات اللي بتحبها ايه؟ وهكذا. اسئلة كلها اسئلة ايه؟ ريلاكس، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش احراج. ها؟ وبياخدوا المعدل ده، معدل الاستجابات الفسيولوجية اللي حصل خلال هذه الاسئلة الهادئة غير الهادفة، اللي هي تسلية، بياخدوها كبيز يقيسوا عليها التغيرات اللي هتحصل، يقارنوها بالتغيرات اللي هتحصل بعد كده. فسألوا الأسئلة دي، وبعدين بقى يروح داخل ايه؟ انت كنت متهم في قضية
وبصماتك موجوده وتتعمل فيك مش عارف ايه وتعمل ايه وايه وايه، وهو السؤال ما حصلش اصلا، وهو بيلبسوه ايه قضيه يعني. المهم بيستفزوه بيستسروه ويفضلوا يستسروه باسئله واحراجات وحاجات كده، وبعدين يخشوا بيه بقى في الاسئله ايه اللي هم عايزينها بشكل غير مباشر، ويشوفوا التغيرات بتاعت ضربات القلب ويقيسوا ده، والجهاز بايه بيسجل، والفرق بيبان بين البيز اللي اخدوه والبين الايه اللي حصل لما سالوا الاسئله الفلانيه. لما سالوا السؤال الفلاني ده حصل ايه؟ علي. لما سالوا السؤال الفلاني ده علي اكتر، ده هدي، وهكذا، بحيث انهم بيرصدوا او بيكشفوا ازاي هو كذاب ولا مش كذاب. ازاي بقى يخدع الجهاز؟ يتدرب واحد زي رأفت الهجان كده على الجهاز، بس من اول ما يحطوه على الجهاز يبتدي ايه يرعش نفسه ويخوف نفسه ويعمل ايه بينه وبين نفسه حوار الفايت ايه فلايت. فالفايت فلايت اللي بيعمله كحوار في مخه بيرفع الايه، بيرفع البيز، بيرفع البيز اللي هم حي ايه هيقارنوا بيها. ها، فلما البيز بتاعته تبقى عاليه ويسالوه اي سؤال ويرتبك فيه برضه هتبقى زيه زي الايه زي البيز. يبقى كده خدع الايه، خدع الجهاز ولا ما خدعوش؟ خدع الجهاز. عشان كده الاجهزه ديت برغم انها بتقيس فسيولوجيا الا انها ممكن تتخدع، وحصل ده مع رأفت الهجان. نيجي بقى للسؤال المهم بتاعنا اللي هو ايه الاعراض اللي بتنشأ من اضطراب وظيفة الوجدان؟ ثلاث حاجات، يا اما بريدسبوزيشن او تهيئة غير طبيعية للحالة الوجدانية، دي الف، يا اما تعبير غير طبيعي، تعبير انفعالي غير طبيعي، يا اما تالت حاجة انه تفاعلات مرضية وجدانية. دول التلات حاجات، فهنشوفهم واحدة واحدة. ادي الاولانية اللي هو ايه، استجابة غير طبيعية، فيه صوت زنة كده. طيب فالسايكلوسايمك اللي هو الرابد الريتابول تمبرمنت، فده دي تهيئه غير طبيعيه او تهيئه ايه شاذه. فاكرين لما كنا بنتكلم عن انواع التمبرمنت الاولانيه اللي قلناها، في ايفوريك وفي سايكلوسايميك مش كده، وفي ايموشنال اكسبريشن كولد، او في نقص في الايه في العاطفه. دول التهيئه العاطفيه الشاذه، يا اما تبقى الريتابل او سايكلوسايميك، وفي نفس الوقت او كولد اكسبريشن او نقص في التعبير الانفعالي. دول الاثنين بس هم اللي موجودين في الايه في التهيئه العاطفيه الشاذه. لكن الابنورمال ايموشنال اكسبريشن دول عددهم اكتر بقى، وهنشوفهم اهو. ادي الديسوشيشن اوف افكت، يعني ايه؟ يعني واحدة جوزها زعق فيها جامد قوي فانفعلت بشدة جدا، فراحت حصل لها انشقاق، فالانشقاق ده بدأ يبقى كأنه هي في عالم تاني خالص. الزنة لسه موجودة يا اسماء. فبدأ يبقى كأنه ما هيش موجودة، يعني ما لهاش علاقة بده. فبرضو رجع تاني، هو في حاجة عايزة تتوطى في ال ها؟ اتجاه المايك بتاعك، ما هي بس عايزة تتوطى من ال من الجهاز. فالست من كتر قلقها وخوفها الشديد حصل لها دسوسيشن،
وانتوا عارفين الديسوسيشن اللي هو ايه؟ انشقاق. فانشق الوجدان بتاعها وبقت كأنها ايه؟ مفيش اي ايه؟ مفيش اي تفاعل خالص. ها سامعين؟ طيب. فانكونشس رياكشن اجينست انكزايتي كأنه تفاعل ضد انها تقلق او انه انها تتأثر بالانفعال الشديد اللي هي اتعرضت له. الابسي. الابسي اللي هو لما بتشوف مريض سكيزوفرينيك بتقول عليه ايه؟ اباثيتك. ليه بتقول اباثيتك؟ لانه مفيش تعبير ايه؟ وجداني. يعني الايموشنال اكسبريشن بتاعه مش موجود نتيجة انه الشعور بتاعه برضه مش موجود، لانه مفيش عنده مشاعر وبالتالي مفيش تعبير على وشه بيبان. فده الابثي. الانديفرنس. الانديفرنس اللي هو يبقى حاسس ولكن مش عارف ايه يعبر، فده انديفرنس. يعني هو حاسس الانفعال لكن مش قادر يعبر عنه. الايموشنال بيربليكسيتي اللي هو القلق اللي بيربك الشخص ويخليه يبقى عارفين كده ايه، ملخبط. وده بيبان في حالات القلق العالية. يعني لما تشوفوا طالب منهار من كتر القلق في لجنة امتحان، بيبقى مش عارف يمسك القلم ولا عارف يمسك الورقة ولا عارف يتلم على ايه، على روح. او الكونفيوزد بيشنت اللي هو في حالات الايه، الديليريوم. لما بتشوف مريض ديليريوم بيبقى برضو ما مش عارف يتلم على روحه ولا هو مركز في اي حاجة. او حالات الاكوت سكيزوفرينيا اللي هو لسه ايه، سخنة، اللي هي حالات حادة. انكونجروتي اللي هو تناقض الشعور مع الايه، مع التعبير. يعني المريض يبقى حزين ولكن يعبر بشكل عكس الايه، عكس الحزن، فبيعبر بابتسامة رغم ان هو ايه، حزين. فده الانكونجروتي، يعني مش متسق الشعور مع التعبير. الالكسيسيميا اللي هي ما هوش واعي بالمشاعر بتاعته ولا قادر انه يوصفها، يعني في صعوبة في انه يوصف، لا داري ولا عارف يوصف. فده الالكسيسيميا. اخر حاجة في اضطرابات الوجدان او الاعراض الناشئة من اضطراب وظيفة الوجدان هي ايه؟ الديسيزد ايموشنال ستيتس او الابنورمال ايه؟ رياكشنز. دول بقى انتوا بتشوفوهم كتير قوي. حالات الانكزايتي اللي هو undefined fear، يعني خوف غير محدد وتوقع حدوث مكروه، ده اللي بيحصل في القلق. البانيك طبعا بيبقى الخوف شديد جدا لدرجة الدخول، احساس بالدخول في الايه، في الموت. وطبعا معاه physical symptoms بقى، سرعة في ضربات القلب، برودة في الاطراف، رعشة، مش عارف، احساس بدوار، احساس بدوخة، مش عارف، وهكذا. كل دي ايه، حاجات مصاحبة للايه، للتيرور او للخوف الشديد اللي هو فيه. الاجيتيشن ده طبعا سيفير تنس ومعاه ريستلسنس، يعني يجي مريض الاكتئاب الشديد جدا يبقى اجيتيتد، يعني فيري ستريست، وفي نفس الوقت مفيش استقرار، يعني كأنه المود مع الموتيليتي الاثنين داخلين مع بعض، اللي هو يقول لك ده لا على حامي ولا على بارد، ما بي مش 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 بيهدى خالص، ده في حالة يعني على اخره. فده الايه، الاجيتيشن. التنشن اللي هو حاسس انه تنس، مشدود، متوتر، مضغوط. الفوبيا طبعا انتوا عارفينها، دي الخوف المرتبط بسيتويشن زي السوشيال فوبيا، او بأوبجكت زي التعابين او غيره، او الحيوانات او القطط او غيره، او بتاع ده الاماكن الضيقة او الاماكن الواسعة او الاماكن العالية، ايا كان. كل دي ايه، انواع من الفوبيا. الديبريشن طبعا
فيلينج وزاوت سيوتابل كوز، يعني يعني ده عنده حزن من غير ايه، من غير ما يبقى فيه سبب واضح، فده نقول عليه ديبريشن. ديسفوريك مود اللي هو unpleasant mood state، ده الديسفوريا اللي هو سوء الحالة الايه المزاجية. الانهيدونيا طبعا انه يفقد كل الاهتمامات ويتجنب كل الأنشطة اللي كان بيستمتع بيها، دي اللي هي الانهي دنيا اللي هو فقد الاهتمامات او فقد الحاجات اللي كان بيستمتع بيها. طبعا كل الاسماء دي بنسمعها في الحالة الكلينيكال اللي بنقدمها وبنكتبها على السبورة، هنا بنسمع التسميات دي. الريتابل مود اهو اللي هو ازلي فضب، يعني اللي هو مش مستحمل حد يحك له على ايه، على مناخيره، مش مستحمل اي كلمة يقول لك ايه ده، يعني مش طايق. هو ده المود سوينجس اللي هو التمرجح بقى للمزاجي، ما هوش ثابت ومتغير، شوية خايف شوية افورك شوية الآن، فده مش مستقر. الامبيفالنس اللي هو ايه، الاثنين الشعورين موجودين، يعني الاثنين الشعورين موجودين وهم الاثنين تجاه نفس الايه، نفس الشخص، يعني بيحب الشخص وبيكرهه، بيتبسط بيه وبيخاف منه، بيتبسط منه وفي نفس الوقت بينكد عليه، وهكذا. دي الامبيفالنس. الايفوريا، الايفوريا طبعا اللي هي بليزنت ستيت وزاوت ري، ما فيش سبب معين، لكن بيحصل ايه، انه بيبقى مبسوط، ودي تبقى ايه مرضيه، انما لو في سبب يبقى ده مرض. يعني لو واحد مبسوط بسبب انه نجح او فاز بجائزه او اي حاجه، على هل الايفوريا هنا تبقى مرضيه؟ هي مرضيه لما يبقى لهاش ايه، كانه زي ما بقول لك الضحك من سبب ايه، من غير سبب، ها، قله ادب بالظبط كده. فهنا ايه طبعا دي ايه، بيبقى مصاحب بمشاعر العظمه شويه، وبيبقى بيحصل طبعا في الباي بولر والام اس. الام اس ده يا جماعه اللي هو المالتيبل سكلروزس، اللي هو بيصيب الجهاز العصبي، وممكن يجي في المناطق بتاعة المود اللي هي الليمبك سيستم في المخ، ويعمل حالات الإيفوريا اللي هي الهايبوثالاميك امبالسز كجزء من الليمبك سيستم. الإيليشن طبعا أعلى من الإيه، من الإيفوريا، يعني أكتر من الإيفوريا. والإكسبانسيف مود أعلى من الإيليشن، وفيها تعبير من غير حدود، يعني فيها تعبير عن الانبساط الى حدود لا حدود، يعني دي اللي هي الايه، يعني excessive feeling of importance، وفي نفس الوقت المود عالي قوي بلا حدود، مش حاجه محدوده زي الاليشن. انما الاكزالتيشن بقى او الاكسيتسي ده بقى اللي بيحس ان هو بقى هو وربنا حاجه واحده، ومزاجه عالي قوي لدرجه انه يعني الدنيا عنده ما بقتش، والكون عنده في ايده، وهو الكل في الكل. طبعا الشيم انتوا عارفينه، اللي هو احساس بالفشل، قصدي بالفشل، وطبعا لانه مش قادر يبقى زي ما هو عايز، فهو خجلان من ايه، من نفسه. الافكتيف فلاتينج اور بلانتينج مواصفاته ايه، حد يقدر يقول؟ ها، البلانت، البلانت ده بيبقى شكله ايه، الفيشل اكسبريشنز بتبقى باينه، مش 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 واضحه، التعبيرات الوجهيه غير محدده، وفي نفس الوقت الحركات التلقائيه مش موجوده، ناقصه، ما فيش عنده حركات تلقائيه. وبعدين نادر قوي لما يبان على وشه اي ملمح او اي تعبير، وفي نفس الوقت ما بيعملش اي كونتاكت، وما بيستجبش عاطفيا لما تحاول تقول له نكته او اي حاجه، مش ريسبونسيف، وفي نفس الوقت بيتكلم بشكل ايه، مونوتونس، وكانه تسجيل لحاجه ثابته كده بلا معنى وبلا روح. ده البلانت ايه، افكتيف او الافكتيف فلاتينينج اور بلانتينج بمواصفاته كلها. وده طبعا موجود فين؟ في مرض الفصام.
وعشان كده مود ديس اوردر انفصام هو ده اهم حاجة. طبعا بنعود بكم الى القاعة بتاعتنا والى قاهرتنا الجميلة وآثار مصر العظيمة التي يعشقها العالم، وأشكركم.